نزلنا مع قول الله جل وعلا وأتم الحج والعمرة لله، وكان لنا كلام على قدر ما يسر الله عز وجل من معنى إتمام الحج والعمرة لله، وما يترتب عن ذلك من وجوب إتمام كل العمل لله. نكمل اليوم بحول الله بعض ما بقي من حقائق الإيمان بهذه الآية العظيمة من كتاب الله، وذلك وقوفا مع لفظ وأتموا هذا الأمر العجيب الذي جعله الله عز وجل في مقدمة هذا العمل العظيم، عمل الحج والعمرة، وما في معناهما من الأعمال التي لا ينبغي أن تكون إلا لله. فمقتضى أن يتم الإنسان عمله، أي عمل من العبادات لله الواحد القهار، معناه إذن أن العمل ينبغي أن يكون منذ بدئه لله، وإلا فلا معنى لكلمة أتموا. أتموا يعني كمل، أكملوا، تكمل العمل لله. ما يمكنش تكمله لله إلا ما كنتش أنت بعد بديته لله، لأنه حينما طلب منك الإتمام فإنما طلب منك الإتمام على مقتضى البدء، ولا يسمى الإتمام إتماما للشيء إلا إذا كان قد ابتدأ بما طلب أن يتم الإتمام به وعليه. يعني معنى هذا الكلام أن هذه العبارة الجامعة في كتاب الله عبارة عجيبة جدا، حل التفسير قال لك ابدأ العمل لله وبالله، وسير في الطريق بذلك العمل، بذلك العمل مع الله حتى تتمه لله. فجعل ذلك كله في عبارة واحدة، وهي قوله تعالى وأتموا، أي أتموا كما بدأتم، أتموا العمل كما بدأتموه لله. إذن كيف يمكن إتمام العمل لله، أي عمل؟ نأخذ الحكمة من ذلك والبصيرة الربانية التي أتاحها لنا هذا القرآن العظيم لنتعلم كيف نسير إلى الله جل وعلا. يقتضي ذلك أن تكون هنالك حقائق ومنارات على الطريق، كما أشرت قبل قليل أن يكون البدء لله وبالله، وأن يكون السير مع الله من أجل الوصول إلى الله، فهي مراحل أو إن شئت أن تقول منارات وصوا وعلامات ثلاث، محطة الأولى والثانية والثالثة، لابد وأن يستحضرها المؤمن في كل عمل من أجل أن يتحقق لديه معنى الإتمام. وأتموا الحج والعمرة لله، ليتم صلاته لله، وليتم زكاته لله، وصيامه وحجه وزكاته وجهاده وكل ما يقوم به لله. لابد إذن أن يحصل هذا المعنى المطلوب في كتاب الله عز وجل بهذه الأمور التي ذكرت من البدء بالله والسير مع الله قصد الوصول إلى الله. إذا كان الإتمام لا يكون إتماما إلا بالبدء، فلا بد إذن من تحقيق قصد البدء أو نية البدء. نية البدء يعني شيء عظيم وأساس كان يفعله أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام والتابعون والربانيون من هذه الأمة، وهي تمحيص الإخلاص وتمحيص النية وتخليص القلب قبل العمل وعند بدء العمل لله عز وجل، على ضربين من التحقيق وعلى ضربين من التنقيح وعلى ضربين من التهذيب والتشذيب لنية الفعل قبل بدء الفعل ليكون فعلا مباركا. الإنسان اللي غادي يغرس واحد الغرس لابد أنه قبل ما يغرس ذاك الغرس يشوف التربة التي يريد أن يغرس فيها هذا الغرس، ويشوف طبيعة هذا الغرس، ما منفعته، ما فائدته. فلابد إذن من أن يحقق العناصر الأولى لبدء الفعل، يعني يعرف هل له جدوى أم ليس له جدوى من البداية قبل الفعل، حتى لا يضيع العمر والجهد والطاقة فيما لا ينفعه في دينه ولا في دنياه. فكذلك من باب أولى وأحرى أعمال العبادات، أي عمل غادي يديره الإنسان لابد وأن يجري على نفسه ضربا من الجراحة الاستكشافية لاستئصال الأورام الخبيثة على المعنى النفسي. سبحان الله، إنسان لما كيرجع نفسه، وكل بني آدم أخطأ وآخر أخطأ إن تواب، ولا أحد يستطيع أن يزعم أنه لا تداخله الأهواء عند بدء الأعمال أو بعيدها كما سنبين بحول الله عز وجل. ولكن الإيمان الحقيقي والقوة الإيمانية هو أن يكون للإنسان القدرة على مصارحة النفس ومطارحتها عند كل عمل والتحقيق معه، حتى إذا قبض على المرض استأصله واستخرجه وانتشل داء من أجل أن يصفو قلبه لله، وآنئذ يصبح ذلك العمل عملا في بدء أمره طيبا ومباركا. تريد أن تتصدق، تريد أن تعمل عملا لله،
من مصلحة شرعية أو غير ذلك المصالح، بناء مسجد، صدقة، صلاة نافلة، قراءة قرآن، يعني أي شيء من أعمال البر، لابد عند بدء العمل أن تراعي القصدة الابتدائية، يعني داك الشيء باش غادي تبدأ ولا غادي تأسس عليه العمل ديالك، واش فعلا أنت تريده لله كاملا أم تريد شيئا لله وشيئا لحظ نفسك. لابد، يعني ما غادي حد يكلمك ولا تكلمه ولا ما تفضحش راسك، غير مع نفسك، يعني ما يخليك الشيطان يغرك، لأنه الشيطان له أسلوب، نعوذ بالله من شيطانته، كيخلي الإنسان يعني يتراجع عن نقد نفسه ومراجعتها، على أساس كيقول أنت مع راسك أنت راك باغي غير لله، وما يعطيكش غير فرصة ديال تراجع نفسك، لا راجع نفسك، خليك تحقق مع نفسك، وشوف فعلا هل تريد حظا دنيويا، واش هذا العمل بغيته ليقال عنك كذا وكذا، أو لتكسب حظا دنيويا، أو لتربح في تجارتك، أو ليعرف الناس ذلك فتصبح لك حظوة عندهم، إلى غير ذلك من المعاني الخطيرة التي تتلبس في نفس الإنسان فتخرب إخلاصه من حيث لا يدري. فالإنسان لما يراجع نفسه بهذا الشكل وغادي يلقى قطعا غيلقى أشياء قلت أو كثرت، أن الإنسان معرض دائما لإلقاءات الشيطان فيستخرجها ويطهر قلبه من أدرانها ويصفي بذلك قصده لله، فكيكون العمل تأسيس دياله لله ولله وحده، وستجد لذلك حلاوة القطن، تجد لذلك حلاوة لأنك تشتغل وتعمل لله جل وعلا، وهذا يعطيك واحد نعمة كبيرة، نعمة وهي أنك تشعر أن الله عز وجل معك في ذلك العمل، يرقبك ويتقبل منك الأعمال، لأنك توقع لنا واحد المشكلة وهي أننا حينما نشتغل بالعمل في الدين كيغيب علينا أننا يعني أن الله عز وجل يراقبنا وينظر إلينا. لماذا؟ علاش كتغيب المراقبة ديال الله لنا في قلوبنا؟ هذا المعنى ما كيحصلش لنا، لأننا لا نكون قد أخلصنا تمام الإخلاص لله. لما كنقول أنا باغي ندير هذه العملية، باغي نصلي هذه الصلاة ولا نزكي هذه الزكاة ولا ندير هذه الموعظة أو كذا باش ننفع الناس، تفقين أو ننفع راسي في أمور الدين في صلاتي وصيامي، ولكن ما فيها باس يعرفوا الناس بأنني تصدقت أو بنيت مسجدا أو كذا أو صنعت معروفا، لأنني نبغي الكليان يجوني أكثر التجارة أو المقاولة أو الشركة، أو نبغي يعني الناس يحترموني بزاف وتجيني هدايا وكذا، إلى غير ذلك المصائب التي الشيطان يلقيها على النفس، وانت قبل داك الشيء كتقول بغي لله، حتى هذيك ماشي ماكينة أنا باغيها، هذا التخليط لا يقبله الله عز وجل. عبادات المحضة وأتم الحج والعمرة لله، إذا بغيت الكمال والإكمال ينبغي أن تجعل كل شيء لله، فلما كيكون مخلط هذا الأمر كيغيب علينا، لأن العامل الدنيوي والعنصر الدنيوي قوي على النفس، كتقل النفس بالتراب فتخلد إلى الأرض، تقدرش تطير بالجناح ديالها، كتقل الأرض، فلما كتقل النفس الأرض يغيب عنك أن الله يراقب هذا العمل، كيبقاش عندك في الباب اللي راه الله كيشوف فيك، فإذا غاب عنك هذا صرت غير آمن من خراب العمل كله. الشيطان كيجيب الحق عليك ويزيد يكمل اللي باقي، فيصبح الكل لغير الله والعياذ بالله في المآل أي في النتيجة، وما عندكش القدرة ديك الساعة على المستوى الروحي والنفسي باش تشوف أن الله ينظر إليك، أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك، ما عندكش القدرة، لأنك نظرت إلى الله من جهة ونظرت إلى التراب من جهة أخرى، فثقلت الروح بالتراب ولم تستطيع أن تحلق في فضاءات السير إلى الله، وما بقتش العين عندها القدرة، عين الروح عندها القدرة لترفع طرفها إلى السماء. فلما يحصل هذا راه علامة، تحس بالنفس ديالك ثقيلة مريضة مكرفة، عرف بأنها علامة أن البدء لم يتخلص بعد لله، خص تزيد تصفي العمل ديالك منذ بدئه وعند لحظة ميلاده وتحيد الشوائب، الشيء الآخر قال لي راك مرتبه على أساس أن يكون لك كذا وكذا وأن يقول الناس عنك كذا أو يكثر زبناؤك في هذه التجارة، كل شخص يحيد، حيد بالقصد وبالفعل بالنية، يعني بالقصد بالنية ديالك، النية حيد من خاطرك زوله، ولا دير شيء أسباب مادية باش تجيبه، هذه الأسباب المادية هي براسها قطعها في ذاك العمل، اجعله لله وحده حتى يكون بدء العمل لله، لأنه لا يتم لله إلا إذا بدأ بالله وابتدأ لله، فهذه مرحلة أساسية ومرحلة الانطلاق، وكثيرا ما نغفول عنها، طعم اختار البداية كان بدأ السلام ما غادي، لا يجب أن تحققها مع النفس عند بدء كل عمل من أجل أن تجعلها لله ولله فقط،
فإذا كان ذلك كذلك ربك يعطيك جائزة في البداية، في البداية يعطيك جائزة، يعني من اللحظات الأولى للفعل تشعر بحلاوة الإيمان. من اللحظة الأولى تجيك واحد الحلاوة، واحد الانشراح، واحد الجمال في الناس. ما معنى ذلك؟ معناه أن الله عز وجل يرقب عملك، وقد أجازك وجازاك بمقدمة، مقدمة يعني ذوقك بمقدمة من مقدمات الخير والبركة لعملك ذاك. فشعورك بحلاوة الإيمان وبجمال الفعل، تحس بواحد الجمالية في ذاك الفعل، واحد النشاط، واحد الراحة، سرور نفسي يقع في القلب بعملك ذاك، بغض النظر يعني ما راكش مع الناس ولا تشوف الناس، لا غير مع راسك، واحد الراحة عجيبة جدا. فهذا إذن فيه علامة على أنك فعلا قد انطلقت في عملك هذا لله. وما يصعبش عليك هذه الساعة أن تنظر أن الله عز وجل ينظر إليك، والملائكة تحتفي بذلك العمل بما أعلمها الله عز وجل من إخلاص قصدك وصفاء مرادك، تحتفي بذلك العمل وتحتفي بك. وهذا واحد نوع من أو رتبة أو درجة من درجات الولاية، يعني أنه مرارا وتكرارا كنقول بأن المعنى ديال الولاية العامة، حتى بعض الخاص عقده جعله شي حاجة اللي ما كايناش فوق الطاقة البشرية. الولاية مراتب، تبتدئ بأن يرضاك الله عبدا له وبأن يتخذك عبدا، صافي ذلك دياله وراضية سبحانه أن يتخذك عبدا، فقد صرت لله وليا. وفيها مراتب، نعم توصل لواحد درجة عالية جدا، ولكن يعني فيها مستوى البسيط. ولاية، ولاية لله عز وجل، الله ولي الذين آمنوا كلهم. فكلما حققت الإيمان في قلبك كلما ارتقيت في مراتب الولاية. ففي هذه اللحظة في مثالنا هذا الذي نتحدث عنه هو تحقيق البدء لله، يعني راك بديت كتطبق عقدة، عقدة مع الله والتزام مع الله أنك عبد الله. فهذا الفعل هذا على الأقل هذه الخدمة اللي كديرها أنت راك ديرها لله، إذا أنت في هذه الخدمة دياله سبحانه، أنت دياله، هذا معنى كونك عبد الله. فتلك ولايتك لله، والملائكة أنئذ تحتفي بك بما أنت ولي من أولياء الله سبحانه جل وعلا. شيء لطيف جدا، عمل يسرك أن تلقى الله به، عمل يمكنك أن تدعو الله به، طلبوا سبحانه يعطيك من الأجر ما شئت على عملك ذاك، وأن يفرج عنك من كرب الدنيا وكرب الآخرة، لأنك موقن أنك قمت به لله. صافي. وتلاحظوا واحد الأمر شيء عجيب جدا، يعني معروف بأنه في الآثار والسنة الصحيحة أن الإنسان إذا ضاقت به الدنيا تصدق، صدقته تطفئ غضب الرب، كتكشف الغمة، وملي كتكون مزير انت كتحرص دير واحد الصدقه نسق لها واحد الخبر، لان راك مح انت اللي عارف واش خصك، ماشي بحال الصدقه اللي كديرها في اليسر ما عندك حتى مشكل، كيعجبك تفخم بها قدام الناس ولا تعطيها للمسكين وتوريه شحال عطيت تبدا تسنى اش كيقول لك، لا كتكون حاصل مزير كتعطيه وانت محن، كتقلب يدك اليسرى ما تسق الخبر اللي يدك اليمنى شنو دارت، ويجيك شي حلاوه وشي نشاط وانشراح باطني داخلي. علاش؟ لأنك على يقين أن الله في تلك اللحظة قد رآك ما تصنع، وترجو من ذلك أن ينكشف غمك وأن يرتفع كربك. وهكذا ينبغي أن يكون الدين كله، مش غير في الحالة ديال الزيارة، لا، في العسر وفي اليسر. تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، يعني كما كتعرف الله في الحصلة وتبغي الله بوحده اللي تعرف، فقبل ذلك في حالة اليسر اجعل أعمالك لله ولله وحده بتحقيق الابتداء في كل عمل على حدة، كل حاجة حاول تحقق فيها معنى الابتداء. فملي تلقى الشيطان راه مارك شي خاطر من الخواطر السيئة اطردها من قلبك بسرعة، سرعة قبل ما توسخ لك القلب ديالك وقبل ما تغرس، ما تغرس الفعل ديالك، اطرد خواطر الشيطان من قلبك حتى يصفو ذلك العمل لله، لأنه لا تمام له لله إلا ببدئه لله، وأتم الحج والعمرة لله، ودون ذلك مجاهدة. يعني باش نوصل لهذا الشيء خصني ندبز مع القلب ديالي ومع النفس ديالي مجاهدة، أود يعني النفس كتجبد تقول لا خصني ندير العمل لله وكذا، وكيجيك لا خصني حتى فلان يعرف والجهة الفلانية تسق الخبر، ما سهلش عليك تخلص من هذا النوازل، ما سهلش. فتحتاج إلى مجاهدة النفس والضغط عليها وإيلامها من أجل أن تصفو لله ولله وحده. ولكن بعد مدة يسيرة حينما تتدرب على مثل هذا العمل تسلس لك النفس وتنقاد، النفس كتكون صعبة في البداية في الأول، وكي تولف صح كتولي طيعة مرنة، لأن الله عاود كيسهلها لك لأنك درت جهدك، كينصرك على النفس ديالك،
ونصرك على الشيطان ديالها، لأنك كنت عبدا لله فكان لك ناصرا ونصيرا، وإن جندنا لهم الغالبون. إن كيد الشيطان كان ضعيفا، ولكن أبدي استعدادا ومجاهدة. أنت أبدأ اخدم في الأول، بدأ اجعله لله، وجاهد نفسك في الله عند بدء كل عمل. إذا حققت هذه المرحلة فتلك منزلة عظيمة من منازل الإيمان، كتحتاج لرتبة ثانية لترتقي أكثر في سياق إتمام العمل. نقولنا ثلاثة مرات، هذه الأولى. الثانية وهي السير مع الله، لأن هنالك شيء يسميه أهل التربية من الربانيين الأقدمين بالخواطر الطوارئ. صحيح راك بديت العمل لله، ولكن الشيطان ما يخليك، يبقى تبعك لا يمل ولا يأس منك حتى تصير كاملا لله. هذا كيمشي في حاله، وهذا مما يزيدك علوا ورفعة عند الله. ما تصورش أن هذاك الشيء ماشي لصالحك، بل هو خير لكم، لأن ما حد إبليس تبعكم تدفعه، وأنت كتطلع على حسابه هو، ما دمت تصرعه وما دمت تخزيه وما دمت تهزمه فإنك ترتقي وترتقي. جعلوا لنا ربي تعالى سبب لنتقرب إليه سبحانه وتعالى أكثر وأكثر وأكثر، ويبوء هو والعياذ بالله بالدرك الأسفل من النار نعوذ بالله منها. الخواطر الطوارئ، ما عندكش انت في النية ديالك، وكيف الطريق راك غادي انطلقت مزيان لله كل شيء لله، شوية هو يرميها لك الطريق، ايوا لا بأس راك درت لله كل شيء لله، فالتفيت مرات ولو مرة واحدة عن يميني أو شمال من أجل أن تقضي ما هنا أو هناك حظا من حظوظ الدنيا، ويجيب لك الأدلة ولا تنسى نصيبك من الدنيا وكذا إلى آخره، فينشغلك يربح منك غير نبشة غير جرحة واحدة أربح، لأن خسر لك الإتمام، خسر لك الإتمام، العمل ما بقاش كامل لله عز وجل. وربي قال لك وصلوا حتى الباب دياله كامل، وصلوا حتى الباب عنده سبحانه كامل، وأتموا الحج والعمرة لله، يجيبوا كامل عندها تحرك شي حاجه في الطريق، شيء عظيم وليس بصعب، بل هو سهل على من سهله الله عليه، كيحتاج ليقظة مستمرة وصدق قصد مستمر، فتستصحب خلاص وخلوص وإخلاص القصد الذي به بدأت تستصحبه الطريق كله، تغضي في الطريق وانت دائما كترد البال النية باش بديت تبقى معه. كيف يكون ذلك؟ بالسير مع الله، معي الربانية. فمن اللي بديت راك انطلقت، انت سائر في عملك، سواء صلاة او صيام او زكاة او حج او عمل بر، اللحظة اللي راك كتنجز فيه العمل، هذيك اللحظة ديال الانجاز، انت آنئذ سائر الى الله، فلا تسر وحدك، سير مع الله، خليك خدام غادي وانت تستشعر ان الله عز وجل معك يرقبك وتدعوه عز وجل كل حين. ولذلك جاء في كتاب الله دعاء ندعو ربنا به كل يوم مرات عديدة، هو قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد شامل كل شيء، البدء والإتمام والنهاية كل شيء كل شيء، ولكن إياك نستعين أي إياك نستعين على عبادتنا لك، فلا توفيق في العبادة إلا من الله، ولا حفظ في العبادة إلا بالله، ولا تكميل للعبادة إلا بالله. فلابد إذن أن تسير مع الله مستعينا بالله، ما يغركش الشيطان يقول لك أنت قادر تفعل، بل أنا وأنت كلنا فقراء إلى الله، استشعر الفقر ما يوقعش لك العجب، هذا هو الطارئ الأخطر الذي قد يقع الإنسان. حققت واحد إنجاز في الدين ويعجبك الحال، هذا خطر مدمر، وكثير نعوذ بالله ما يحدث، تقوم بواحد العمل شو يديك يعجبك راسك، تحس بأنك درت شي حاجة، حذاري حذاري، هذاك إلقاء شيطاني من الطوارئ الخبيثة، من الموانع اللي كتجيك في الطريق قدامك، فلا يجوز لك أن تشعر بهذا لأنه أصلا غير صحيح، إن ربي تعالى هو اللي يوفقك لهذاك العمل ويعطيك القدرة، يعني ينعم عليك، ينعم عليك فتشكره بنعمته، يعني كيعطيك ديالو، كيعطيك هو ديالو، ومن اللي كيعجبك الحال وكتبغي تشكره كتشكره بديالو، حتى حاجة ما ديالك، الكل له سبحانه وتعالى، إن شكرناه بالمال فالمال ماله، إن شكرناه باللسان فاللسان لسانه، كل شيء هو له جل وعلا، هو الذي خلق وهو الذي أعطى سبحانه جل وعلا، فلا شيء لنا البتة، ما يغيبش على بالك بأنك منا من منن الله، أنت غير أنت أنا وأنت براس، يعني الإنسان براسه أنا وأنت عطية من عطايا الله، عطية من عطايا الله عز وجل. فلهذا يعني الفقر هو حقيقة وجودنا، يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، بالاستغراق الشامل لكل الناس ولكل معاني الفقر، والله هو الغني الحميد جل وعلا عن كل الخلق،
ولذلك الإنسان عاجز أصلا عن فعل أي شيء، ولا قوة له ولا حول إلا بالله. فأخطر شيء يدخل الإنسان في المعاني الدينية أنه قد صنع شيئا وفعل شيئا يستحق عليه الشكر. نعم، من حقك يشكرك الله ويجب عليه سبحانه، سبحانه عن ذلك علوا كبيرا. كل عمل نقوم به في الخير والصلاح إنما هو توفيق من الله. ربي كريم كي يكرمك باش تدير الخير، كرمك أتاح لك أن تصنع الخير وأقدرك عليه، ولو شاء لا أعجزك ولا منعك بهواك أو بنقص وتنقيص من قوة من قواتك التي وهبها لك، قوة بدنية أو مالية أو سلطانية أو غير ذلك المعاني القوة. فحينما ترى نفسك قد أنجزت فعلا فازدد لله شكرا أن وفقك وأقدرك. وفقك أولا ديره وأعطاك القوة عليه، شيء عجيب جدا. يعني كي غرق الإنسان في معاني الشكر، تشكر الله على الشكر، تشكره أن جعلك تشكر، فتزداد له عبودية وخنوعا وذلة. هذه النتيجة، كل ما شعرت بأنك يعني درت شي حاجة ديال الخير، كل ما كيزداد الخير في قلبك بمعنى تزداد عبودية لله وتزداد ذلة لله. ما يجيكش المعنى العكسي، هو كتشعر بواحد النوع من الفخر والكبر الخفي، وتبدا تحس بأنك انت احسن من الآخرين. إياك حذاري، ولو كانوا أهل المعاصي ما عمرك ما تشعر بأنك انت احسن منهم. لا، ما يدريك لعل الله يتوب على فلان أو علان ويسبقك في الطريق إلى الله، ما تدري. فخليك عبد متواضع بين يدي الله، وخليك كائن في الموضع اللي دارك فيه الله، المقام الذي أقامك فيه من العبودية والاتباع والخضوع. اجتهد في تحقيق تلك المعاني لتزيد قلبك عبودية لله، ومسكنة بين يدي الله، وعجزا بين يدي الله. يعني العجز بالمعنى الإيجابي مش بالمعنى السلبي، بمعنى الفقر، فقير إلى الله، تشعر بالحاجة الدائمة إلى الله، لا تستطيع أن تبقى ولا لحظة ولا ثانية بغير معية الله. إذن يضل جهدك وينخرم قصدك ويحبط عملك. تبقى مع الله سير، بديت مع الله سير مع الله، تبقى مع الله سائرا إليه، مسترشدا به، مستهديا به، أنت ضال إلا بهداية الله. لا بد، ما يمكنش نهائيا، طريق إلى الله لا تستطيع أن تسلكها وحدك وبجهدك، ما ممكن، وإنما تمد يدك إلى الله سائلا العون. وإياك نستعين، وإياك نستعين، وإياك نستعين، لا أستطيع أن أسير ولا أن أصل إلا بك وبك وحدك لا شريك لك. تحقق رتبة أو نجاح ثاني، نجاح أخرى، درجة أخرى في مراتب العبودية، بعدما انتصرت على الشيطان في تخليص بدء العمل الله، انتصرت عليه مرة أخرى في إزالة الطوارئ من الطريق. في الملح لك شي حاجة كترمي له وتبان لك الطريق قوية واضحة، وتجد نفسك تحلق أعلى وأعلى، لأن معاني الرضا والسكينة والرحمة تتنزل عليك في الطريق فتزداد ثباتا. ولذلك يعني اهدنا الصراط المستقيم فيها من معاني هذا المعنى، أي ثبتنا عليه من بعد أن هديتنا الهداية الأولى، ثبتنا عليه حتى لا نزيغ ولا نضل الهداية الثانية. هيادي وتتضح لك آنئذ مراتب الوصول، كيبان لك البرد يا رحمة مولانا قريب جدا، مراتب الوصول كتبان لك. ولهذا تحتاج إلى هذه الرتبة، بل تصلها بإذن الله عز وجل من أجل أن تحققها، لأن الدرجة كترميك الدرجة بشكل تلقائي. مجرد ما كتحقق الإخلاص في الدرجة الأولى تجد نفسك في الدرجة الثانية، مجرد ما كتحقق الإخلاص في الدرجة الثانية تجد نفسك في الدرجة الثالثة، وهي درجة التمام والإتمام، وأتموا الحج والعمرة لله. فلما تكمل عملك أنت وصلت، لأن ما من عمل عمل إلا وفيه ثلاثة أشياء هي اللي ذكرنا الآن، نعبر عنها بأسلوب آخر. كاين سوابق، يديك شي باش بديت، ولا واحق، داك الشيء اللي يجي من بعد، وقرائن، داك الشيء اللي كنت كيقرنك وكتقرن وانت غادي في الطريق، وهو داك السير مع الله. اشياء سابقه واشياء لاحقه واشياء في الطريق. السابقه تحدثنا عنها، التي في الطريق او قرائن الحال تحدثنا عنها، قالت اللواحق. يعني كيمكن والعياذ بالله الانسان يدير العمل من البدايه مزيان وفي الطريق هو غادي مزيان وفي الاخر يخسره. كيف؟ لانك قد تفعل الفعل وتلحقه من بعد باشياء تبطله. لا تبطلوا صدقاتكم بالمن ولا ذا، يعني يتصدق الإنسان بصدقة على سبيل المثال أو أي شيء،
وفي البداية ما كان عنده غير الله في النية، ولكن تاك من عاد بلو ديك الأجر يخدم به شي منفعة دنيوية مما لا يجوز، فيأتي على العمل السابق، هذا العمل لاحق يأتي على العمل السابق بالتخريب وهو الإحباط. إنك بنيت على بنيت واحد العمارة تكملت شوية لك أدي الله شي حاجة لتفجر من تحت تهبط كلها إحباط تخريب. ولذلك ما تحرص على تصفية العمل في بدئه وتصفية العمل في وسطه، احرص على تصفية العمل بعد إنهائه ليكون التمام تماما، لا تبطله بأي وسيلة من وسائل الإبطال والإحباط منا أو آذا أو أي شيء. شي مرة شفت شي واحد الله يغفر لنا وله والمسلمين أجمعين كلنا مخطئ، داي معاه الزكاة ماشي الصدقة، لا الزكاة اللي هي حق الفقير، وغادي يعطيها لواحد المسكين وأعطاها له، وراه خرج الزكاة لأنه بالسيف عليه السوق خرجها، هذا مؤمن لأنه كيمكنو ما يخرجها، شكون اللي سقروا الخبر وحسب له فلوس حتى واحد، وراه دار مزيان الله يجزيه خير، جايب الزكاة وكذا إلى آخره وأعطاها لذاك المؤمن، فهذاك المؤمن المسكين بالفرحة قحده، خرجت الزكاة بنية إن شاء الله مزيانة وتعطت بالشكل مزيان والآخر كمل الشغل شوية ويتبلو هذاك اللي عطاه الزكاة بانت له شي خدمة، قال له عافاك سير دير كذا بدا يخدمو، الآخر فرحان لأنه عطاه الزكاة مشى كيقضي له الشغل، كملت هذه عجبتو عاود دير هذه حتى صدق ديك الزكاة ولات أجرة ما بقاش شي زكاة، خدمو خسر الشغل إتمام بعد منه غير تخدمو قلب على واحد آخر ولا خدمتو عاود خلصو، قول له هذيك الزكاة دازت هذه والله تتاخذها وما تخليش يقول لك بلاش لأن غادي يخسر لك نيتك، مرة أخرى يعجبك الحال ولا شوف غيره، فالشيطان لعنه الله كيقدر يخسر لك الشغل حتى لاخر لحظه، نعوذ بالله منه، كيدي اتمام تحضير راسك بدايه العمل وفي وسط العمل وفي نهايه العمل، ما تثقش حتى نهايه العمل وبقى حاضر حتى يرسى الشغل مزيان وكدوز هذيك النازله، وبعد ذلك انت تبدا عود شغل اخر وعمل اخر ديني كان او دنيوي، وما يشبه هذا كثير، واحد كيبني جامع لله لله اه هو كيبنيه كذا وبقى حاضر راسه في الطريق حتى هو طوارئ كذا حتى صفى كل شيء، طلع الجامع تبنى ترفع تيه الصلوات الخمس الاذان الخيرات كذا، جات وقت الانتخابات بلو ترشح ما كاين باس الله يسخر الله يعاون ترشح، فاذا به يعني شي واحد قال له او كذا شيطان من الانس والجن باش يدير الدعايه، ايه مزيان تعرف ان اللي بنى فلان اللي بنى الجامع الفلاني هي جات من الاخر حتى الاخر عجات تبنى الجامع صلاوا الناس، فاذا به يستغله في امرين مما لا يجوز ان يستغله فيه شرع، امثله لا اقل ولا اكثر، حج الانسان بقصد حسن إرادة الحج ما عندوش حاجة أخرى، أدى المناسك ديالو أدى الفريضة ديالو واحتاط باش ما يخسرش حاجة ما ليكون حجه مبرورة مشكورة مغفورة إلى آخره، ورجع الناس بدأ يقولوا لي الحج عجبته حج يعني لقب مغربي ما فيه بس يعني أنا لا أرى فيه مانعا يعني. كيتقال لي حج ولا ما حج وكيتقال لي واحد نوع ديال التشريف والتوقير، لكن هو عجبته وصل لواحد الدرجة أن عجبته بلا ما يشعر داك الشيء كيبقى مع النفس، شي واحد قال له أمحمد شي خطرة ولا أحمد ما عجبتوش، ما قالوش الحاج أحمد ولا الحاج محمد، ها الشيطان بدا يخسر له الشغل، فلما صار يتخذ ذلك لقبا ويجد الأسى والألم أن لم ينادى به أنئذ لواحق بدات كتخسر له، وأتموا الحج والعمرة لله، حجا كان أو صدقة أو صياما أو زكاة أو أي شيء، كما كتحضر راسك في البداية حضر راسك في الوسط وحضر راسك في النهاية أيضا في الغاية، لا تجعل ما جعلته لله يوظف في سبيل غير سبيل الله، ولو أكملت العمل من حيث الشكل ما تخليش يتخدم في شي حاجة اللي ماشي ديال الله عز وجل، وهذه تحدث للناس أجمعين، راه كلنا كيوقع لنا داك الشيء، يعني العلماء والخطباء كيوقع لهم في كلامهم في خطابهم في دروسهم في كتبهم، يعني بزاف حتى كتكمل الشغل ديالك وكيجي كيبغي يوظفوا لك شي حاجه ماشي هي هذيك، ولا ماشي لهذا الشيء انا كتبت هذا الشيء وماشي لهذا الشيء درت هذا الشيء، عندك يديك لشي طريق اللي ما بديتش من اجلها، حقق القصد في البدء وحقق القصد في السير واحذر ان توظف في غير سبيل الله بعد نهايه العمل، كل الناس معرض لهذه الامور لان هذه من سنن الله عز وجل الابتلاء، هكذا خلق الله الدنيا وهكذا دلت التركيبه ديالها الابتلائيه ليعلم من أكمل وأتم العمل لله ممن انخرم له وتؤجر على قدره ما أنجزت، كاين اللي كيجيب النص كاين اللي كيجيب الربع كاين اللي كيجيب العشور كاين اللي كيجيب 50% كاين اللي كيجيب 60% كاين اللي كيجيب 90% وربي كيكمل 100% راه ما كيجيب أحد، ولكن ربي كيعطيك 100% واخا حتى واحد فينا ما يجيب 100% عدد كبير من الناس كيعطيهم ربي 100%، لأن اللي كيجيبوا 100% هما الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن 100%.
قال إني جاعلك للناس إماما. جئت 100%، إذن أنت اللي صارت تكون قدوة. وكذلك كان عليه الصلاة والسلام، وكذلك كان بعده سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله الذي هو الآخر الأول، هو الأخر ديال الرسول لكن هو الأول رتبة بما أعطاه الله عز وجل من التمام والإتمام. ودونهم عليهم الصلاة والسلام وعلى سيدنا محمد أفضل الصلاة والسلام، دونهم لا يأتي الإنسان إلا بعمل ناقص لكن مقارب ومسدد. زعما دير جهدو، در جهدك في تخليص القصدي في الأول، در جهدك في منع الطوارئ، در جهدك باش تحمي العمل ديالك من أن يلعب به الشيطان. ما شاء الله، ربي كريم رحيم، عاود هو سبحانه وتعالى ما كيمحنكش أبدا، الرحمن الرحيم. وخا الغليطات كاينين يقول لك ربي الله يسامح، الله يسامح هاك 100%، بل يضاعف لك العمل إلى 700 ضعف إلى ما شاء الله، كريم سبحانه جل وعلا. لكن الغش هو اللي كيخسر الشغل، غير ما تغش، لا تغش نفسك، لا تغش نيتك ولا قصدك ولا عملك، فإن شاء الله ربنا كريم. سددوه وقاربوه كما يقول سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. سدد يعني قد شغل ديالك، صوب يعني نيش مزيان، سدد يعني نيش كما نقولوا بالعامية، نيش سدد ودير جهدك قارب، ما عندك شيء انت الميزان اللي فوق بنادم، لا ميزان بشري، الميزان البشري ديما ناقص، مرة تجيبها هي هذيك، مرة تجيبها عوجة، ولكن اللي عليك راك نيشت. سددوا وقاربوا ولن تحصوا، ما عمرك ما تكمل، ولن تحصوا، زعما الإحصائية التامة راك ما تجيبهاش، وإنما الأولين بجوج خصك ديرو. سددوا قاد الشغل ديالك على جهدك وقاربوا، وقاربوا وربي سبحانه وتعالى يحصي لك، ما تضرب حساب انت، هو غادي يحسب لك سبحانه، ويحسب لك وغادي يزيدك، ما تخافش، يزيدك يكملك اللي ناقصك يكملها سبحانه وتعالى. ولهذا بهذه المراتب الثلاث يصل الإنسان بإذن الله إلى مقصود قوله تعالى وأتم الحج والعمرة لله. لله تعبير ديال اللام لله سبحانه جل وعلا، اللام فيها معنى الإضافة وفيها معنى الخصوصية، يعني إضافة العمل لله وجر التفخيم، إضافة العمل لله ونسبته إلى الله، لكن بأي معنى؟ معنى الخصوصية، الاختصاص، الشغل هذا ديال غير الله، ما ديرش واحد آخر لله، هذا لنفسي، هذا للناس، هذا كذا، كاين واحد الحاجة ما ديالي ما ديال أحد، لمن؟ لله. فلا ينبغي أن يشرك الله فيها ما دمت قد جعلتها لي لله. ولهذا الإنسان المؤمن حينما يراجع حياته أي شيء من الأعمال أنجزه على هذا الوزان، أنا وأنت كلنا يصيبنا الخجل من أنفسنا. حقيقة الإنسان كيقول دابا إلى متى هذه اللحظة، شو العمل اللي نقدر نقف به بين يدين ربي ونقول زعما راه درت فيه هذا؟ لا تكاد تجد شيئا تطمئن إليه، حاجة اللي طلعت عليها كتخاف تقول ما نعرف، وقيل متقوبة هنا، وقيل متقوبة هنا، يعني شيء مريح حقيقة. إلا أن يتداركنا الله وإياكم برحمته، ورحمة ربي وسع، لا يأس من رحمة الله، لا يأس من رحمة الله. ولكن الإنسان المؤمن يكون على بال من هذا الأمر، مش غافل، وتستويه شهواته الليل والنهار، يجري وراء رغائب الشيطان، لا، لابد من وقفات. شيء علاش أعطانا الله تعالى في القرآن والسنة باش نديروا وقفات في الحياة دي. مرة مرة الإنسان يوقف من أجل محاسبة نفسه، كيف يسير، كيف شرك غادي لله تعالى، كيف عبادته، كيف دينك، كيف صلاحك، كيف تقواك، كيف ورعك، كيف خطاياك، ما نقصك، ما عجزك، ما كتبدأ تسول راسك هذه الأسئلة فعلا كتلقى الثغرات. أنا إذن سيعينك الله عليها، ما تخلعكش هذيك الخطايا وديك الذنوب وتفزعك وتدمرك وتحبط النفسية ديالك، لا أبدا، إلا في الدين سبحان الله العظيم. ممكن في أمور ديال التجارة وأمور كتشوف الخسارة صافي كتفشل، لا، في الدين لا، المؤمن ما يفشل حتى في حاجة بيد الله، والدين أكثر. فالمؤمن في العبادات ينبغي ألا ييأس من رحمة الله، لأنهم اللي تشوف الخطايا وتشوف الثغرات ما تخلعكش تقول إذا أنا ما نقدرش نزول هذا الشيء وما نقدرش، لأن ماشي أنت اللي غتزوله، أنت درته وربي اللي غيزول. الله سبحانه وتعالى يقول لك وأتبعي، الحديث النبوي الشريف سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، الحديث الصحيح الذي رويه الترمذي بسند حسن وفي بعض النسخ حسن صحيح، وأتبعي السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، جميعا، كاينش ذنب ما كيغفروش الله عز وجل، كل الذنوب بما في ذلك الشرك الأكبر والأصغر وقتل النفس بغير حق، كل شيء كل شيء، ما دمت قد تبت قبل فوات الأوان، توبة كالإسلام تجب ما قبلها. فلذلك إذا كشفت الخطايا ديالك راك ربحت، راه ربح كبير أنك رأيت عيبك، هذه نعمة من الله، حتى ترعوي ترد البال تخاف توقف
من أجل تصحيح المسار من جديد. أما السير على غير هدى والسير على غير مراقبة ومحاسبة للنفس فإنه يغرها ويهلكها، كيوصل الإنسان لواحد الدرجة ديال الطغيان، كيولي هو طاغوت. نفسك التي بين جنبيك تصبح طاغوتا مدمرا. شي مرة كنت في مجمعة ديال المثقفين، تكلموا على الدين، واحد طائفة من الناس بعاد على العالم ديال الدين والإسلام والروحانيات، غراب غراب مساكين مسلمين لا شك في هذا، ولكن عندهم واحد الغربة شعورية ونفسية ومفهومية بسبب يعني سبب شتى، ولكن يعني عمر شي واحد فيهم شي مرة ما يفكر واش راه فعلا كيعرف الدين ديالو ولا ما كيعرفش. مع الأسف فقلت معهم تكلموا على الدين وعلى الذنوب، واحد بكل تبجح مازال كتعاود لي في ودني يعني عنده البركات ديال الدكتور قد جبل، قال لهم انا بعدا ما عندي ذنوب. اه بكل صفقه وبكل شيء غريب جدا، كيشوف الانسان الرسول اللي راه يصلي ومقابل دينه وكذا وغارق في الذنوب تولدني، هو ما قال لك هو ما عنده ذنوب. طيب شيء خطير جدا هذا، شنو معناته؟ جهل بالله، هذا عين الجهل بالله. شنو هذا؟ هذا وصل لواحد المرحله ديال طاغوت النفس، النفس ولات عنده ما بقاتش غير النفس ظالمه، لا وصل لدرجه ديال الطغيان. سير تصلي انت اللي عندك الذنوب، هو ما عندوش الذنوب، هو علاش غيصلي؟ فهم خطير جدا، جهل بالله عظيم جدا. تصلي وتصوم وتزكي و ولا يساوي ذلك كله ولا نعمة واحدة من النعم التي أنعم الله بها عليك. أنت وأنا والآخر شكون؟ عبد. هذا خرج له من باله أن عبد صار إله لنفسه، مابقاش هذاك عبد، عند روحه دخل في الألوهية. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، صار يعبد نفسه، صارت نفسه طاغوت يعبدها من دون الله الواحد القهار. فلذلك مشاهدة الذنوب نعمة كبيرة، من ربي يوريك ذنوبك الحمد لله أنك رأيتها، رأى اللي عمله بصيرته على ذنوبه هلك وضل ضلالا بعيدا، كهذا المثال الذي مثلت به. وصار كيقول أنا ما عنديش ذنوب، وكتسمع عند بعض العامة مرة احنا كلنا ذنوب، من رأسنا حتى رجلينا، وإنما المرحوم من رحمه الله. ولا يدخل أحد الجنة بعمله، لأن ذنوبنا دائما أكثر من حسناتنا ديما. قيل ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. تغمدنا الله وإياكم جميعا برحمته وأدخل الجنة بفضله ونعمته، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.